السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالأحبة، وعلى السلامة وأهلا وسهلا. خصنا يطلعوا خاوتنا ويجيونا وحدة وحدة. مرحبا بخاوتنا أهل المحبة والمودة. بسمكة الصحراء السوداء، أرقام الهاتف راهي عندكم. سلام أكرم، راح راح شفامك عالسومة برك خاطنا. مرحبا بكم، فولو هاكو طلعوا ما شاء الله 60 68 78، ربي يبارك. عبد الوهاب منصوري مرحبا بك خويا، آمين بالحاج. يقول شحال الكيلو حبيبي؟ أنا يعني جايك العزيز الغالي ونفهمك شحال الكيلو. عندي زوج سومات، عندي 130 ألف وعندي 150 ألف، ودوك تفهموا علاش. لاباس الحمد لله خويا طارق عياش. رازوار ما كانش بصح دوك نجيو السومه تاع الطون. ياسين نانو كامل بن نبي، السلام على السلامه اخونا. والله هذا احسب له 130 ماشي 140، ومن صافي 150. والله السلام العربي سعيد. لا لا عندك العظمه الشحمه هنا صافي، لحمه وحدها العظمه بلا عظمه. انا شخصيا كان هذا نشريها هنا خير، لكن تشري كيلو تاكل كيلو. والله 140 فتح راهي 120 بوهر شي محمد مينو، يعطيه الصحة أخونا محمد مينو. سومة شابة وأنا عندي ب 130، فهمت خويا؟ هذه الأولى. أخوك مينو اسمح لي مع احترامي الشديد له، وأنا ما ليس بيني وبينه إلا الخير، قلت ما نعرفوش لا ما يعرفنيش، فهمني. هو يبيع في الطريق وأنا كاري فيه مسمكة بكل المعايير والمقاييس خويا. ها هو نيكلاصون، هو ما عندوش نيكلاصون، فهمني. ولا الحالة باردة كما ينبغي في كل الظروف. 100 دينار باش تدي حاجة نقية ماشي في الطريق. هو مع الموقع قال لكم الأخ الحسين فوالا. هاي واجهة تعيش سبادون سبادون خشين فوالا. اه 62 الله يحييك. امين اين درت السوم المستطاع اخويا. فاجئ واش غلبتني الله يحفظك. لا اخويا مرحبا بك. فوالا فوالا الناس اللي تحكي على السومه لازم تفهم طريقه التقطيع خاوتنا، والله باش تفهموا. نبيل سعودي ادري خويا، حبيت نبيع لك بالعظمه بالسومه هذيك، ما يبيعوا جماعه روح. هاي هذا طون وهذا طون، مسمى واحد لكن طريقه التقطيع ماشي واحده، باش تفهموا. بارك فيك مرحبا بكم. مرحبا بك فاتح خويا، الله يعلي شأنك الله يرفعك خويا. فيك كريم خير، شكرا. ربي يكثر الخير المحتم، ان شاء الله يولي ماشي غير 110، يولي 180 و50، 181 وحده قصدي، و60 ألف. شوف انا كل ما يكون الحوت رخيص كل ما احنا تكون عندنا لافير خير، صدقني اخي. الخد الحوت غالي والله ما ينفعكم لا انتم لا انا. فوالا. لا 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 فوالا. الله فيك زيد حاجة ودي. لا جميل تستاهل 100 فوالا. يحيى 320 سبوطون لحمة صافية. ها راهم شاف في الشباب بيجير تاع 1 سنتيمتر تقطيع الشابة مع عند الأخ حسين. الله يبارك فيك عمر البوليدي. الهبرة أخويا عبد المؤمن، نعم نبيع لك الصافي أخويا، نبيع لك صافي. فاتح بو مرداس عندي رونش وخشيني على حبه. 320 320 ها راهي ها حبه مرقه كما قال الاخ حسين. ها سبادون هي حاب اسطالي الله خليها خليها. فوالا فوالا مولدي غانو بنز مرحبا بكم. 470 مشاهد مرحبا بخوتي على سلامتكم. فوالا هذه دوك تتقطع هاو المنشار منها عباس يجيبها. هذا العظمه برك معليش. طونا عندي 130 وعندي 150 خويا جولدن، على حسب طريقه التقطيع. منا 130 ميل، منا لحمه واحده 150 ميل. دوك تشوفوا كيفاش تنخدم خاوتي. تبقى لحمه واحده اللي يشري كيلو ياكل كيلو، ماشي تلوح العظمه هذه ومعك هذو تاع الوسط هكذا، ما زيد تلوح الجلده اللي بقات فيها.
وهذا الاماكن العرق البيضاء هذه يبقى كل شيء صافي. 320 مصطفى الهادي عرب ثاني على الاسبادون روجي كاين كريم متواتي دوك نروحوا الجهه من هنا. مرحبا بكم خاوتنا 530 مشاهد، مرحبا بالاحبه. ونحيلوا سبادون هذه حطها هنا، حطها جيبها لهنا، حط الله في طخ حسين ديها فوالا. هاي لحقت خاوتنا ها وراهي تقطعت اصلا ما درك. مرحبا بك شيتوح عمر خضراوي من كذا الله امور سلاوال حبيبي عليك وعلى الدي ليفو عندك المقاذف الله يبارك هنا. يا بابا لا غريح ما اخدم جمنية هنا. طرف حسن استقبال تقدم بثمن الله يكفيك. فارق بلا مزيتي خويا ما بغاش بلا مزية خويا. البروشي عندي واحد 4 كيلو ولا 5 كيلو عبد الله ما سمعك الصخرة السوداء فرع البركة. شوف الخدمة خويا أنا ديما نوزنها لكش حبيبي فهمت. كي تشري كيلو طون تاكل كيلو طون مش راح شريت العظمة ولا شريت الجلدة ولا شريت العرق ديال هذاك، شريت اللحمة خويا. المكان بالتقطيع عندنا شوف رانا في ولاد موسى عندنا مسمكتين، حبيت توجه نعطيك لوكاليزاسيون بعث لي في الخاص، وراني في فيقي عندي لوكاليزاسيون تاع هنا. عمر يدخن. السلام الله مرحبا. ويونس كاين 130 150 حسب طريقة التقطيع. فتحي راقي لا ماشي وين حبيت خويا أولا، وثانيا الظروف اللي راني فيها هنا ولا فيها الأخ محمد مين والله ما وحده خويا. فهمت؟ لا حبيت شوية من الطريق خويا خذ راحتك. إذا حبيت توجه توجه فتحي راقي خويا، وأنا فتحت مباشر باش نبيع، ماشي باش نسقسي فلان وعلان شنو راه يبيع. صباح النور خويا عوار أوف. 130 150 هشام. أي صافية ها. صافية فوالا. ويلي قاعد يشي واش نحي زيد نحي العظمة شوف نحي جبدها جبدها طلعها كامل. يعرفوا ناس طرونشة كيما هذي شحيكون فيها هذي شي. صفيها لي كاملة من فضلك الله الله يبارك فيك. يوسف اسلام ثاني مرة نحي التعليق تاعك، لثالث مرة اسمح لي مع احترامي الشديد اجعلك حيث يجب ان تكون. ايضا عندك كلام كلمه في الواقع مش في المواقع. انا قاعد نبيع ونسوق، اللي يحب يجي عندي من خاطري باذن الله والله ما يندم. استقبال وتغليف وتظريف وكل شيء وناس طيبين ومرحبا بالاحبه. هذا هو بواسون روشدي هبره يا خويا بالعظم. هذه هي يا خويا روشدي كاميناتي بارك فيك عاد الحموم فيك بارك الله. فريده جودي قعدوا معنا ضو تشوفوا التقطيعه ونحكيوا على السومه. تامر اسمه مرحبا بك. بوزيد بوشملا الله يبارك مزيد من النجاح الله يبارك فيك خويا دراع عبد القادر. دوك نشوفوا السومه عبد القادر. احكي لي عندي 130 من هنا وعندي 150 هنا والله. هذا لو فيلي الفيلي لحمه واحد هذا قطعوا ضربوا هنايا صحيت. هاي فيلي هاي قطعه تاع الفيلي ها هاي لحمه واحد. الفيلي نحي زيد نحي له الجلده اونكور زيد زيد نحي له الجلده يبقى لحمه تاع فيلي وحدها. امين تامر نزار بارك الله فيك. لا بس خويا تامر جوز اللي عندي. فوزي قمري عسلامة اخي. البارطاج خاوتنا. الله احباب المسمكة. البارطاج جزاكم الله خيرا في المجموعة تاعكم. امين فتحي راقي شكرا خويا. رحم والديك. ولاد موسى في الدخلة رضا. عندي في لاكابس مسمكة وكي عندي في البركة. مع الواجهة التجارية تاع البركة. دوك شوفوا خاوتنا روندا هكذا شحال فيها الديشي. مش تفهموا. ونظافة ما شاء الله في حدا جديد. شكرا خوتنا الله فيك. يرى لا اشكاليه تقع انت ما شاء الله. معليش ماهي الحلوه حنا نخدموا خدمه صافيه فوالا قطعي تشوف طرونشه هذيك درني نصورها خمس ثواني برك. شكرا خويا فوالا اسمح لي حسين خوتي. هاي الانسان الاخ الكريم شرى هذه الهضره هذه وشحال وزنت وزن صافي كيلو كيلو 200 كيلو 300 صافي. انا ها راهي الجلده وها راهي العظمه قاعد نحي فيها. تجي تشري اللحمه خويا العزيز ما قطعش تقطع بوراب كما يقول اكرم. شحال؟ 50 هذيك فوالا. هاي زيد 20000 على هذه وتديها صافيه. هاني اخونا بالصحه ولا لا؟ مرحبا. جيب لي عبد الحليم وروح خويا فوزي. لطفي تومي يبارك فيك.
شهادي. لا والله ما نعرفك، انا متابع مهران، تعجبني فرصتك وحسن الاستقبال. الامزي يا عبد الوهاب على عيني وعلى راسي، كاين الاخ حسين انسان محترم، كاين الاخ اكرم، الاخ موسى، عندنا ناس طيبين، الاخ حميده شوانيا شويه شويه مازال صغير يتعلم. ابي اصحاب الميتين الله يحفظك فؤاد، نبيعوا الصافي خويا الحمد لله. صباح النور طونا، عندنا 130 عندنا 150 حسب طريقه التقطع، رانا نقولوا خاوتنا نقعدوا معنا حتى تشوفوا خاوتنا لا روندل هذه شخرجنا منها الديشي، شوفوا الديشي واش يبقى فيها. راني في فيقي خويا تامر، جوز انتهى الله فيك، راني في المسمكه يوسف الاسلام عليه، سامحك الله خويا يوسف، لكن سامح خويا ما كان حتى مشكل، نخدموا الصافي ونخدموا السلعه السلعة الحمد لله. واني نسلك مقنين ما نسيتش والله ماني ناسيك، مات لي المال ماجور هذاك والله مات لي، مزال لي جوج في مالات، جيب لي زوج لي مال وين نخدمو كيف كيف. وقتاش جيبها نخص فيها في غير هضره. وانا عندي 130 150 من الوعره والله انتهى الله فيه، لا ما عرف نخلف الوعد انا يا خويا، ممكن سهو نسيان هذا ما كان. حسن استقبال وجنزة الاسماك خويا حمزه، مرحبا ابو حجة امين، لازم تهلا فيك بلا مزيه يا خويا. صوفهم كاع مهيبه عبد الحليم الله يستنتا الله يغفر لك. لا لا خلي خلي دير في دير في اسمها، جيبوا اسمها، جيب مقله مقله جيب هذه سنيوه، جيب جيب بس شوف ديش يا بيبي واش قادر تنزل تنزل لك الاخ الكريم. هذه بك نزلوا فيها هارتشو هارتشو طبعا فوالا هذا حمزه خلوش نقطعوا به. هذا ايه هذا باش كي تقطع هكذا، ايه تقطع به فوالا فهمتك. كل كنت نحي هذه تفركي فوالا فوالا، شريو شوي عن قريب ان شاء الله. الله يحتفيات ان شاء الله اخويا عمر نفس القفاز باذن الله. نعم انا مغدوه وشنو تعادل الباه عادل، جزاك الله خيرا الحد، بارك الله فيك، شد الجميع على نزاهتك. شكرا اسماعيل حلو الله يحفظك. ايا استفلي هنايا، استفلي استفلي الصافي هنايا. الطفل في عمره 9 شهور قد بنتي حفصه ربي يحفظها 10 شهور. نعم فوالا 417000 2 كيلو 700 417000 2 كيلو 700 على على ها على 150000 صبر على كي توزن 330 ها 360 على راس مالها ها هذه 360 قادر يوزن هذاك برا ايه في طرونشه فوالا الدنيا اللي فيها وحده. نعم زوج ثلاثة وكل ما تجي لهنا كل ما لازم كل ما تزيد العظمة فوالا ما خلاص ايه سبعة وما زال حبة ما خلصتش، ما زال فيها الجزء الثاني تجي التفاص وجي التفاص راس شحال فيها عظم كاع عظم خلاص هذا هو باش تفهموا السعر خاوتنا. ستة في شو الصافي هذا حط لي هنايا نجيبها في الله حط لي شوف هكذا حط لي طهون الصافيين. اقعدوا معنا خاوتنا 300 مشاهد اكثر من 300 مشاهد مرحبا بكم. وعليكم فوالا هاي طونا هنا كي تجي تقطع من هذه خويا الكريم سيد نحي هذه برك العفسه هذه نحيها تعدم فوالا صافي 100% تدي واش تاكل خويا العزيز غمدم فوالا. هذا المكان اللي في الوسط هذا معمر دم تاع الطيحان هذا ينزع ما تقدرش تاكله كاع دم فوالا. هذا فيلي خويا يوسف اللي تخصك حاجه دون الحوت مرحبا بك، تخصك من الحوت مرحبا بك. واش راح نقول لك؟ اكو شفتوا الفري تاع طرونشه واحده حوالي 360000 360000 كي طرونشه شحال يديوها نقولوا طرونشه فيها واحد 8 كيلو هذه ميم با ايه لكن كي يديوها ربعه من الناس كي يدوز زوج كيلو خصك 360 على ربعه صافي 70000 كل واحد يدي 70000 ما يديش هذا الكحل وتنحي والله هذا الكحل هذا ونحينا هذا الكحل اللي عامر دم هاي ها نعم هذا ايضا ها ها هذا يترم وشنو هذا؟ الديشي من الديشي يتلح خاوتنا والصافي يدوه ناسو فوالا محتم راني معاك خويا بصح السومه طريقه التقطيع تختلف باختلاف السعر خويا او السعر عفوا اللي يختلف باختلاف طريقه التقطيع وتقدر تطيح في جهه اللي فيها العظمه ولا غتديها كيقطعها لك ونفس الثقه الحمد لله. فريد جودي فريدة جودي للاسف توصل ما عنديش توصيل عذرا ناصر بن الله يحفظك اكرم انسان في القمه معلوم وليد مباركي مرحبا بك انت وليد نيو مرحبا كمال يقول اشهد لكم بحسن الاستقبال وجوده البضاعه صباح الخير لناجي حمزه الله يحفظك شفيق اشدي شكرا كمال شيخ شاب
هشام بن صخري يقول ميتو ما حمزكم تشوف فيها 75 قلت عفسة اسمعني مليحة والأصل لا أقسم في البيع أقسم بالله العلي العظيم ينحب هذه غير خاصة 120 ألف جملة بالعظمة بصوالحها ولا أزيدك فوق هذا هاي وتكلمت مع السيد غير باش يخفض لي 110 ولا 100 ألف واليوم سوى حتى 85 ألف جملة مغلوق براسه وساسه وصوالحه فوالا ادير له ادير له وكل المشتري يخلي تشوف قدامها واش كاين وقطع لها من تحب الفيلي فيلي فوالا ادير الفيلي له 320 طوال دماغ ساس بودون 130 150 حمزة نقدر نعطيه وكل لا عوض اوف اعطي له الميرلون ولا اعطي له الاصل الميرلون ولا الاصل البيبي تاعنا في مو سلمي عندي 130 منه وعندي 150 لحمة وحدها منه فوالا سبحان الله هاو الكبش مثلا يقطعوه حسب طريقة التقطيع كل ما كان والسعر تاعو فوالا فوالا لي زونشوا لنشوبها نقيناها ايضا نسحب النقية 100 دينار تاع لي زابا تاعها وراسها زيادة النقية كريفات بلونش خشينة ليمول كريفات رويال كريفات قطيفة لي سبادون السيبيا الله بويا بس راني في فيجي سعيدوفيتش نعم فيجي خويا العزيز فوالا لو كالامار لو ميرلون هذا هو الميرلون رؤوف ميرلون لوكال مدلو منه الولد فوالا روجي لو بيتي بون سيبيا توجور 2020 بيتي بون من جديد اي غروس بياس تاع لي سبوندون انا قاعدين نقسمو فيها مرحبا ميشولي مرحبا محمد طاف لا لا نفتع 8 8 ونص دوك اخويا ام دار رامي يجوز نقسم لك كيما حجوط ونبيع لك بالسومه تاع حجوط تنقص بال 10000 ام دار شويه بشويه راح حال خويا لا يدينا فاج شويه بشويه مازال اما البوليدي والله عجبتني الخدمه مرحبا بي خويا خدمه متقونه صافية وخدمة زوينة الحمد لله سي مو سي اش عندي 103 عندي 130 وعندي 150 خويا فيك بارك الله محمد طاف فوالا هاو لي سبادون غروس بياس بياسة فيها 74 كيلو تاع لي سبادون هاي غلصومة ديالها ها هاي لي سبادون نهار شوال اليوم خويا شفيق اكيد الطون هذا يجي قوة حبيبي فوالا تتوصل ب 95 ناصر بن فوالا قال نشوبا نشوبا منظفة كاين من هي اللي ماشية منظفة فوالا ها هادي مغلوقة فوالا هادي القطة ديالنا وهادي الحبة تاع الطونة منا بدينا اللايف منا بدينا المباشر الأخ أكرم قاعد يصفي في الفيلي فوالا عندي 130 وعندي 150 سيارة عبد القادر على حسب طريقة التقطيع بارك فيك بجنة صدقتك خويا رمضان رامي لا صدقتك خويا بصح نروح نقطع لك كيما هما ونبيع لك بالسعر تاعهم مرحبا بك خويا اقسم بالله غير 170 بالعظمه على بالي بلا ما تقسم لي نعرفو هذا تحل خليه لي دو كوتي يا اخي ياكلوا القطاط وفوالا احبابنا وخوتنا وناسنا لا باس رضا بالبريك الله يحفظك نعم والله ما يسعفك الحمد لله احنا خوتنا الخلوين حبوا خدمتنا السلام تبارك الله نخدمه بالبليزير الحمد لله المهم خاوتنا اللي خصو شي يتواصل معنا في ارقام الهاتف الهاتف في ستاتيو الفوق دير لنا اعجاب بمتابعه الصفحه في هذا المنشور نفسه كي نغلق المباشر دوك يخرج ارقام الهاتف رقم الهاتف تاعي فيه هنا 0776 1526 76 رقم تاع ولاد موسى 0557 91 91 91 رقم تاع فرع البركه ولاد موسى 0558 21 21 21 فوالا كمان شبيله شكرا على الكلام الطيب فوالا عبد القادر انا فهمت طريقه التقطيع راح نبيع لك ما يبيعوا بوهارون بهالطريقه تاع التقطيع خويا يا اخي الخروف كي يقطعوها تقطع بعظمه ولا بلا عظمه ماشي كيف كيف حم والديك رمضان رامي ويرحم والديك قدر الامكان مرحبا بك خويا 820 صمصه نعرفوا عبد القادر خويا نعرفوا ويونا شايف 150 ونقا ولا 100 ولا 2000 ونص حاشاك الله يعزك هذا سامك وحساس جدا خويا
حنا دايرين مسعبو كينحي الدم ويجيب ينظف المكان وكل شيء. هذا هو. ونحط لكم في ظروف ان شاء الله يبارك شوف الحاله كيفاش يعني. الاماكن مسمكتنا كلنا الحمد كلهم الحمد لله مخدومين باتقان. انا قادر نروح برا. نبيع لك بلا فري خويا. بلا فري 120 الف فايده خير. مية وثلاثين مية وخمسين خويا. رامز اشقر ما تكذبش على روحك رامز خويا. شفناهم كيفاش يقطعوها بديك السومة 120. هذا هو خويا. كل واحد يشري وين يساعدو يعني. واحد يدخل مباشر يقول له فلان راه يبيع كذا. عطيت لك السعر باش يساعدك الحال تشري. انا مثلا نعم عبد القادر نعم. احنا مثلا يقول لك في اوروبا يحطوا الاسعار انتم ما تحطوش. شوفوا خوتنا والله قضيه ثقافه الشعب هو اللي يخلق الاشياء هذه والله. حط له السعر شريت خويا اللهم بارك ما شريتش كاين هيئه مراقبه هي تراقب السعر مش انت. ما حبيتش شفت غالي ما تشريش عادي اخي. نساو مشي ما يعجبنيش ما نشريش عادي. شتو غالي ما نشريش. نرخصو بالترك. هذا هو. ما احنا تعرف يبدا يوصف ويبدا يسب ويشتم. ربي يعافينا ما نش اهل الرد على مثل هذه الترهات. الله يلطف بنا وبكم جميعا. هذا هو. فوالا شرح الصدر وانبسط للكلام مع اخواني. قل خوتي مرحبا بكم وعلى سلامتكم عندنا. وهاي الهبره الصافيه اللي قسمناها منها نحو لكم ان شاء الله اللي يجي يدي منا. فوالا وانا زيد فامل تامير اسمه يعني ماشي طراصه تشوف. فوالا. هاي ستيكا ربي يبارك اشوكا ستيكا ربي يبارك. ها الحين الجلده راهي هادي طبعا صافيين قطعات صافيين تحط في البلا قطعه مثل هذه ما عندي ما نحكي ربي يبارك كمل ها نديرو 100,000 عمو ويو نعم هذا هو المشكل فينا خويا شوف الحاله كما راهي الله يبارك الحاله ضاويه الله الله الاخ حسين النورة شاعل فيه من هنا يا احمد داه حسينة لاباس السلام عليكم شيخ على سلامتك مرحبا بكم فوالا الحالة دي طابلو اونينوكس اليمونتر ها على ما شاء الله كان قاعد في الشيفون بالجافل وكلش كل دقيقة يمسح هاي ستيك اخويا ها ها عند البوشي واش عند البوشي خلاص يغلق البوشي الشهرين هذو تيخلص بون يغلق صدقني غير يغلق اي شكون ياكل عنده شهر شهر ونص في العام تاكل غير هذا رحم والديك تامر اسمه خافتني ولا فرحت بالكلام معكم. معلوم عبد القادر اخي. معلوم خويا السمك حساس لازم له ظروف كيما هاك، لازم له ظروف كيما هاك. هذي الحالة مكيفة من ومن ومسمكتنا كلهم بالتكييف وكلهم بالغرف التبريد، لا فابريك دي كلاص. لا كلاص هي تخدم هنا الداخل كل شيء موجود. والله نحبك في الله يحفظك جمال الرحمن ما انا نحب خويا وخوتي كامل. الصفحه هذه ولات عباره عن عائله كبيره ان صح التعبير وهي كذلك بحق وصدق. حمزه باكوره بك ما لهاش حل سمه 100,000 موسى بيعها ب 100,000 مغلوقه هذيك. كلم محل من فضلك. رانا في فيقي خويا ابراهيم الله يزيد فضلك ورانا كذلك في ولاد مساعدنا محلين. ادعو انك شمال نلقاو محل مكان اخر نحلو فيه محل خوتنا. لعله نلقاو مكان مليح سومه شابه ناس ملاح ستاسيون مون كاين ونفتحوا علاش لا لا. اللي يخصو المكان نبعثوا لوكاليزاسيون سوا تاع ولاد موسى سوا تاع هنا. المكان اللي يساعدوا نوجهوا ليه. راني في خدمتي الصفحه راهي تحت يدي وانا نبعث لخوتي واش يحبوا. امين عبد القادر شكرا خويا ربي يعزك. امين ميمو بوكا الشيخ مسعود بوكحال تحيه الناس ولاد موسى لعائله بوكحال الكل. اه احمد دا اه والو والو فيك تعمل ايش ما ابو ماريا الله يبارك فيك اين حنا الدم هذا برك من الفوق باش نزيدو نقطعو طرونشا غير تعيش شو عندك هكا زكي وكن كوبي له اني بارطاجي من عندك اسي كونتويت الاخر كوبيت له اني بارطاجي من عندك ما قداش اش منيك كثرت عليك الاسئله لا لا عبد القادر لا لا يكون شوف كي يكون الاسلوب محترم والطرح محترم راك لزمت عليا اني نجاوبك تماركي لي بيت شباب كما يقولوا بالعاميه عرفت وصل الميساج ما من كان انسان في خصوصيه السؤال وجا
بأسلوب محترم نحترمه ونجاوبوا عليه، هذا هو. لا عاد بود بودة، لا أخويا خاوتنا تاع أولاد موسى نص الله يباركهم يشوفوا في المباشر أخويا، سواء الأخ موسى سواء الأخ ما تبغاش شوية مثل لابيليسيو رمضان والجمعة ومن بعد تطلب خدمات يطلبها في وسط الأسبوع. نعطيك مثال، الحوت رقيق السردين يكون غاشي بالجمعة ما نقدرش ننقوه، أيام الأسبوع ننقيه عادي. هذا ضابط لك مثال وقيس عليها أخويا، وعلى العين وراس الأخ الكريم. ولي أساء إليك أساء إلي، راك تجي لعندي باسكو الصفحة اللي راهي تجيبكم جاي مي بيان، أي إشكال طرحوا لي ليا. هاو لي زونشوا شابة متوفرة خاوتنا، ها خشينا على حبة هذه 100 فوالا فوالا فوالا. الصلاة والسلام زيري عبد الكريم مرحبا بك شيخ. هذا هو خاوتنا، رانا في فيقي ورانا في ولاد موسى، اللي حاب يجي لعندنا مرحبا على السلام. راني في فيقي اليوم تلقاني فوالا. الى الملتقى، الله الموفق، نستأذنكم ونستسمحكم بالانصراف ونشوفكم بخير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابو ادم رضا 150 الف خويا مرحبا بك فوالا.